والآن هذه عودة لملف أوكرانيا والمؤتمر الصحفي بين بوتين وأردوغان، وللمزيد ينضم إلينا من موسكو الدكتور رامي القليوبي الكاتب والباحث السياسي. دكتور رامي، أهلا وسهلا بك معنا. عدد من النقاط تم التباحث بشأنها اليوم بين بوتين وأردوغان، وربما أهم ما يشغل الجميع هو اتفاقية الحبوب. هل ما ورد يوحي بأن هناك استمرار لهذه الاتفاقية؟ بكل تأكيد لا، القمة الروسية التركية لم تسفر عن الانفراج في مسألة ملف الحبوب، بل تم التأكيد على عزم روسيا توريد حبوب مجانية إلى 6 دول أفريقية خلال 2 أو 3 أسابيع، وكذلك أكدت روسيا على توريد نحو 1 مليون طن من الحبوب إلى تركيا لمعالجتها في إعادة تصديرها إلى أفقر دول العالم بتمويل قطري. ولكن فيما يتعلق بالنسخة السابقة من اتفاقية الحبوب، أكد بوتين بشكل واضح أن روسيا لن تعود إليها إلا بعد الوفاء بالشروط الروسية وحقوقها في الشق الخاص بحقوق موسكو من الصفقة، وتحديدا فتح الأسواق العالمية أمام الحبوب والأسمدة الروسية. لأنه صحيح العقوبات الغربية لا تحظر صراحة بيع أو تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، ولكن الحزمة 5 من عقوبات الاتحاد الأوروبي تحظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية، وبطبيعة الحال لا يمكن تصدير الحبوب من دون نقلها. إذن روسيا تريد ضمانات أو شروط معينة، وكذلك تقول أن الغرب خدعها في هذه النسخة من هذه الاتفاقية، ومن ناحية الأخرى أيضا كييف لا تتنازل عن شروطها، والدور أصعب الآن بالنسبة لتركيا. هل قادرة تركيا على الاستمرار في هذه الوساطة أو إحداث أي تقدم؟ تركيا قادرة على الوساطة في ملفات محدودة مثل الحبوب وتبادل الأسرى، ولكنها في الوقت نفسه غير قادرة على تحقيق طفرة أو نقلة في هذه الملفات. وصحيح أن الاتفاق الحبوب أبرمته كل من روسيا وأوكرانيا مع تركيا والأمم المتحدة، وليس بين موسكو وكييف بشكل مباشر، ولكن في الوقت نفسه تركيا لم تستطع الضغط على الغرب بشكل كافي حتى يلتزم بحقوق روسيا. وكان لافتا أن بوتين حمل الغرب وليس تركيا المسؤولية عن فشل صفقة الحبوب. إذن من يتنازل لتفادي أزمة غذاء عالمية يا دكتور رامي؟ من الواضح أنه لن يتنازل أحد، بل سيواصل كل طرف الإصرار على موقفه من أجل شيطنة الطرف الآخر. ولكن فعليا الانسحاب الروسي من صفقة الحبوب لا يهدد الأمن الغذائي العالمي، لأن ما يجري فعليا أن الآن جميع الصادرات الزراعية الأوكرانية ستذهب إلى أوروبا، بينما ستستحوذ روسيا على حصص أوكرانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا والدول مثل الهند. وفعليا الطفرة في أسعار المواد الغذائية التي حصلت خلال الأشهر الأولى من الحرب في العام الماضي كانت بدرجة أساسية ناجمة عن المضاربات والعوامل النفسية وليس اقتصادية بحتة. بوتين أيضا يقول نحتاج إلى العمل على اتفاقيات جديدة لتصدير الحبوب، هذا طبعا في إشارة منه لي أن هذه النسخة السابقة لم تعد مناسبة له الآن. هل نحن بصدد نسخة جديدة من اتفاقية الحبوب بشروط روسيا؟ من الواضح لا، وإذا كان هناك قرب إبرام مثل هذا الاتفاق ليكون قد سمعنا عنه في تصريحات بوتين وأردوغان، ولكن ذلك لم يحدث. ولكن من المؤكد أن المشاورات الروسية التركية ستستمر، وربما هناك سيكون اتفاق جديد ما سيرى النور خلال الأشهر المقبلة. شكرا جزيلا لكم، كنت معي من موسكو الدكتور رامي القليوبي الكاتب والباحث السياسي، شكرا على هذا التحليل.